الشهود بيقولوا لجريده الشروق ان في عامله نظافه لقت جسم غريب متعلق على الحيطه، فبلغت الامن اللي اخلى المحكمه ونقلوا وكلاء النيابه لنيابه اسيم برضه في شارع السودان، مبنى جنب منه، والحمايه المدنيه وخبراء المفارقات راحوا فورا، والشرطه عملت طوق امني على المحكمه واخلتها حرصا على سلامه الارواح ولتسهيل مهمه رجال المفارقات. مديريه امن الجيزه نفت ان كان في قنبله، وقالت ان هم تلقوا البلاغ ان في جسم غريب، ولما انتقلوا وفحصوا تبينوا ان البلاغ سلبي. الحقيقه ده تصرف انا شايفه تصرف محترم وتصرف مسؤول من كل الجهات اللي تعاملت مع الموضوع. شفنا في الايام العصيبه اللي كانت بتمر بيها مصر كانت قنابل بتنفجر عشان خاطر الناس مش حاطه في اعتبارها انها يعني تبلغ او تعمل، فتحيه لهذه العامله اللي شكت وبلغت حتى لو كان الموضوع ما طلعش. خلينا نقول ان احيانا اننا يعني منخاف سلم زي ما بيقولوا، او باتر مش عارف ايه ذان سوري، باتر كيرفول ذان سوري، ان احنا نبقى حريصين في التعامل. فعامله النظافه حقيقه تعاملت بشكل جيد جدا، المسؤولين داخل المبنى كانوا بيتعاملوا بشكل جيد جدا، الشرطة تعاملت بشكل جيد جدا، خبراء المفارقات تعاملوا بشكل جيد جدا. نموذج الحقيقة أنا شفت قدامي نموذج في هذا الموضوع عن إزاي نتعامل وإزاي نتحرك وإزاي نبقى حريصين في اللي بيحصل، بدل ما نشوف قدامنا حاجات من الغريبة اللي كانت بتحصل في الماضي. فتحية للجميع اللي كانوا في هذه المنظومة النهاردة. العالم كله عمال لسه بيتكلم عن فضائح هيلاري كلينتون، وكل وسيله اعلام طالعه تنقي اللي يناسبها، والحقيقه الخير كتير وشوف واتفرج على الشغل الشمال. لكن جالي اتصال من اللواء ممدوح الامام، صديق عزيز ورجل خبير مخابراتي سابق، واتكلم وبيقول لي خلي بالك اللي منشور لغايه دلوقتي على موقع الخارجيه الامريكيه ده صدر اخر حاجه صدرت فيه كان في 2019، والكلام موجود من زمان لكن لان الرسائل كانت كتير فمحدش منتبه. قلت له معقول يا سياده اللواء ده ترامب طلع وقال لبومبيو لازم تنشر كذا؟ قال لي بومبيو لسه ما نشرش. بومبيو لسه لغايه دلوقتي بينقي يحط ايه وما يحطش ايه في الحاجات اللي لسه بالداريه. يعني حسب كلام اللواء ممدوح الامام ان اللي احنا شايفينه قدامنا ده مش جديد، لكن احنا اللي ما دورناش كويس دلوقتي حصل التدوير بسبب الهوجة والموجة. والست هيلاري دي واضح ان هي كان وراها بلاوي قد كده، وربنا يعون يكون في عون الرجل الوسيم بيل كلينتون اللي عايش وعاش وقضى عمره كله مع هيلاري كلينتون، وهي شخصية عندها هذه القدرة على التخطيط في كل ما هو شر. يعني الحياة ست شريرة قوي هي واللي حواليها، ويبدو ان السياسه الامريكيه مليئه بهذا الشر، ولكن هذه السيده ومعاونيها واوباما كانوا بيضمروا الكثير من الشر، وخاصه لبلاد زي مصر وليبيا وسوريا والعراق وغيرها من البلدان العربيه.